اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات، تعليم طلبه التعليم الفندقي. النهارده معانا ساعه جديده من ساعات التعليم الفني، ساعه جديده من ساعات التعليم الفني. النهارده هناخد ماده مهمه من مواد التخصص، وهي ماده الصحه الغذائيه للصف الثالث الفندقي. قلنا في الحلقات السابقه تكلمنا عن دور الطعام اللي بيلعبه في حياه الانسان، اتكلمنا عن العوامل الاجتماعيه اللي بتؤثر في طعام الانسان، اتكلمنا عن صحه الفنادق والمستشفيات وايه شروط الواجب توفرها في اماكن تحضير الطعام، اتكلمنا عن مواد واجهزه التنظيف، اتكلمنا عن حمامات السباحه، صحه الغرف النزليه، اتكلمنا عن جوده الغذاء والغش الغذائي، واتكلمنا عن صحه اللحوم وصحه الاسماك وصحه الالبان وصحه البيض، واتكلمنا عن موضوعات كثيره. النهارده هنستكمل موضوعاتنا الشيقه في ماده الصحه الغذائيه، وهنتكلم النهارده عن التسمم الغذائي. التسمم الغذائي، وهو لما نيجي نتكلم عن تعريف التسمم الغذائي، التسمم الغذائي هي حالة مرضية بيصاب بها الإنسان نتيجة تناوله غذاء ملوث. طيب بتصحبه أعراض معوية أو معدية، وبيصحبه قيء وإسهال وغثيان وصداع. إيه ممكن نتكلم تاني عن المواد الضارة اللي بتصل للغذاء وبتضر بصحة الإنسان؟ في سموم موجودة طبيعيا في المواد الغذائية، زي السموم الموجودة في البقول وزي المواد المسببة لأنيميا الفول. كمان في سموم بتتفرز في المواد الغذائية عن طريق الأحياء الدقيقة، زي السموم اللي بتفرزها البكتيريا. في كمان سموم بتصل للغذاء عن طريق الإعداد أو التخزين أو التصنيع. ممكن نقول إيه السموم اللي بتصل للغذاء ديت؟ زي مخلفات البيئة اللي بتصل للغذاء، زي مخلفات المصانع أو المعادن الثقيلة أو النظائر المشعة. ممكن كمان المواد اللي بتضاف على الأغذية، زي المواد الحافظة أو موانع الأكسدة أو مكسبات الطعم واللون. برضك في مواد بتتكون عند استخدام الطعام، زي المواد اللي بتتكون لما بستخدم زيت الطعام في التحمير أكتر من مرة. دي كلها مواد بتكون أو سموم بتكون ضارة بالصحة وبتصل للغذاء. ننتقل لنقطة أخرى، وهي التغيرات اللي بتحدث نتيجة تلف المواد الغذائية. ايه التغيرات اللي بتحدث لما المادة الغذائية عندي بتتلف؟ اول حاجة الطعم الحامضي. الطعم الحامضي، وده في الأغذية المعلبة وخاصة عصير الطماطم. طيب في طعم القلوي، وده بيكون في اللحمة والأسماك نتيجة تحلل المواد البروتينية إلى أمونيا. هنا ممكن يجي يعلل ليه الطعم القلوي بيأتي في اللحوم والأسماك، ودي بتكون نتيجة، هنكتب نتيجة تحلل المواد البروتينية إلى أمونيا. طيب ايه تاني ممكن التغيرات بتحدث؟ التغير في القوام. التغير في القوام في حالات التجمد والانصهار، ان انا المواد الغذائيه اللي عندي بتتجمد وبتفك، بتجمد وبعدين نسيبها ان هي تفك، طبعا ده بيخلي الماده الغذائيه تفقد كثير من العناصر الغذائيه بتاعتها. بعد كده بردك التغير في الطعم والرائحه نتيجه امتصاص بعض الروائح، زي التزرنخ، الدهون اللي في الالبان. التغير في اللون نتيجه فساد او تلف الماده الغذائيه من خلال طبعا التفاعلات الانزيميه للمواد السكريه. يبقى احنا كنا كده بنتكلم عن التغيرات اللي بتحدث للغذاء لما بيتلف، عند تلف المواد الغذائيه. ننتقل لنقطه اخرى، وهي العوامل اللي بتساعد على التسمم الغذائي. العوامل اللي بتساعد على التسمم الغذائي هم اربع عوامل: الوقت، درجه الحراره، درجه الرطوبه، وطبيعه الاغذيه او طبيعه الغذاء. الوقت، الوقت عامل مهم جدا من عوامل فساد او التسمم الغذائي. طيب ليه؟ لان البكتيريا الواحده بتستطيع ان هي تتكاثر لاكثر من 2 مليون بكتيريا في 7 ساعات بس. يعني احنا كده لو سيبنا الطعام عندنا في درجه حراره الغرفه من غير ما انا احفظه في الثلاجه، البكتيريا الواحده ممكن ان هي تتكاثر ل 2 مليون بكتيريا في اكثر من 7 ساعات. بعد كده او النقطه الثانيه، درجه الحراره. درجه الحراره طبعا لو انا سبت الغذاء بتاعي فدرجة حرارة الغرفة بتتكاثر عليه البكتيريا، لأن الحرارة العالية أو درجات الحرارة العالية بتقتل البكتيريا، ودرجات الحرارة المنخفضة بتوقف نشاط عمل البكتيريا. فطبعا واجب علينا أننا على طول أحفظ الطعام في التلاجة. تالت نقطة، وهي طبيعة الغذاء. الأغذية الرطبة اللي هي بتحتوي في أنسجتها على ماء، نسبة من الماء، دي بتكون أكتر عرضة للفساد، لأن هي بيئة صالحة لنمو البكتيريا، خاصة اللحمة والدواجن اللي هي بتكون محفوظة في وسط شوربة، والأغذية المطهية مسبقا أو سابقة التجهيز، الفطائر المحشية،
كل الأطعمة ديت هي بتكون بيئة صالحة لنمو البكتيريا عليها. النقطة الرابعة وهي درجة الرطوبة، الأغذية اللي هي بتكون منخفضة الرطوبة أو قليلة الرطوبة دي بتكون في مأمن من تراكم أو تكاثر البكتيريا عليها. زي ما اتفقنا إن كل ما بيكون الغذاء فيه بتحتوي في أنسجته على ميه نسبة رطوبة أو نسبة ماء، فبيكون أكثر عرضة لفساد الأغذية. يبقى أنا دلوقتي إيه هي العوامل اللي بتساعد على التسمم الغذائي؟ 4 عوامل: الوقت، درجة الحرارة، طبيعة الغذاء، ودرجة الرطوبة. ننتقل لنقطة أخرى وهي وسائل انتشار البكتيريا في المطبخ. إيه وسائل انتشار البكتيريا في المطبخ وبتساعدني على حدوث التسمم الغذائي؟ أول حاجة الأطعمة النية، اللحوم والدواجن بتحتوي في أنسجتها على بكتيريا كثيرة، فلازم لو أنا ما صرعتش وحفظت عندي اللحوم والبكتيريا في التلاجة بتلاقي إن البكتيريا بتتكاثر وتتراكم عليها. إحنا اتفقنا من لسه من حبة صغيرين إن إحنا إن الوقت بيساعد البكتيريا، إن البكتيريا الواحدة بتكون قادرة على التكاثر لأكثر من 2 مليون بكتيريا في 7 ساعات. فلو انا ما شلتش على طول بسرعه الاطعمه النيه عندي في الثلاجه او في الفريزر، طبعا بتكون عرضه لتراكم وتكاثر البكتيريا عليها. النقطة الثانية الأشخاص ناقلي العدوى، الأشخاص اللي هم كانوا مرضى وفي دور النجاة لازم إن أنا أبعدهم من أماكن تحضير الطعام، لأن هم طبعا هيكونوا وسيلة من وسائل انتشار البكتيريا. الأشخاص النقطة الثالثة الأشخاص ناقلي العدوى من الأصحاء، الشخص بيكون صحيح وشكله صحيح 100% بس هو بيحمل في دمه أمراض، زي الناس اللي هم حاملين في دمهم فيروس سي دي، ولازم طبعا ان انا بخرجهم بسرعة او ببعدهم عن اماكن تحضير الطعام، لان هم طبعا هيكونوا مصدر من مصادر انتشار التلوث او التسمم الغذائي في المطبخ عندي. ولازم طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان انا لازم كل الاشخاص اللي هم يكونوا عاملين عندي في المطبخ او بيتعاملوا مع الاطعمه لازم ان انا بعمل عليهم كشف دوري بصفه منتظمه وبجدد لهم شهادات الصحيه كل 6 شهور او سنه. النقطه الثالثه وهي الحيوانات والحشرات، انا لازم يكون المكان او المطبخ او المكان اللي انا بعد فيه الطعام يكون خالي تماما من الحشرات ومن الفئران، لان ديت مصدر اساسي لانتقال طبعا البكتيريا وانتقال الامراض لي وتلوث الطعام وحدوث التسمم الغذائي. فلازم ان باخد كل الاجراءات الاحترازيه ان انا امنع وصول الحشرات والفئران الى الطعام. النقطه اللي بعد كده الاتربه، الاتربه بتكون طبعا بتحتوي على عدد كبير جدا من البكتيريا، فلازم ان انا بغسل الخضروات والفاكهه بميه نظيفه وبنقعهم في ميه نظيفه علشان اتخلص من كل الاتربه العالقه بالفواكه او بالخضروات، علشان طبعا احميها من البكتيريا اللي بتكون موجوده في الاتربه. النقطه اللي بعد كده وهو التلوث الغير مباشر، يعني ايه التلوث الغير مباشر؟ هو انتقال البكتيريا من مصدر ملوث الى مصدر اخر غير ملوث، بمعنى ان انا مثلا عامله الاكل بتاعي نظيف، غسله كويس جدا الادوات الخضار او الفاكهه، انا مسخناه كويس جدا، بس جيت ضفت عليه ميه ملوثه، جيت بايدي مثلا مش نظيفه او ايد ملوثه اتمدت للطعام، مثلا اناء مش نظيف حطيت فيه الطعام، ادوات غير ملوثه قلبت بيها الطعام بتاعي، يبقى انا كده نقلت التلوث او البكتيريا من المصدر ملوث لمصدر غير ملوث. يبقى انا كنت بتكلم عن وسائل انتشار البكتيريا في المطبخ وقلنا ان هم 5 6 عناصر، وهم الاطعمه النيه، الاشخاص ناقلي العدوى، الاشخاص ناقلي العدوى من الاصحاء والحشرات والفئران والاتربه والتلوث الغير مباشر. هننتقل لنقطه اخرى وهي لعدم حدوث التلوث الغذائي بالميكروبات الغير مباشر، انا عايزه احمي الاكل بتاعي من التلوث بالميكروبات الغير مباشر، اعمل ايه؟ اول حاجه سطح المنضده الخشبيه اللي انا بكون بجهز عليها الطعام لازم طبعا اغسلها قبل ما استخدمها في الطعام، وبعد ما بجهز كل صنف، بعد تجهيز كل صنف لازم ان انا اغسلها واعقمها جدا بالميه السخنه علشان اتاكد طبعا ان هي ما عليهاش اي ميكروبات تسيب لي الاكل التاني اللي انا هجهزه عليها. لازم طبعا بغسل الايدي قبل وبعد استخدام الطعام، كمان بوضع الاطعمه في الثلاجه، بغسل كمان الادوات اللي انا بستخدمها في الطعام اللي انا هعمله. لازم كمان احفظ الاطعمه في الثلاجه بالطريقه الصحيحه. يعني ايه احفظ الاطعمه في الثلاجه بالطريقه الصحيحه؟
لازم ان انا طبعا بحط الاطعمه النيه اسفل الاطعمه المطبوخه، وممكن يجي هنا في الامتحان ويقول لي علل ليه بضع الاطعمه النيه اسفل الاطعمه المطبوخه، وهي طبعا حتى لا تتساقط نقاط دم بداخل الاطعمه المطهيه لو انا حطيت الاطعمه المطهيه تحت الاطعمه الايه النيه. خلاص يبقى انا لازم احط الاطعمه النيه اسفل الاطعمه المطبوخه حتى لا تتساقط نقاط من الدماء داخل الاطعمه المطهيه. هننتقل لنقطة أخرى وهي أسباب تزايد حدوث التلوث الغذائي. إيه سبب زيادة حدوث التلوث الغذائي؟ ظاهرة أو انتشار ظاهرة الأكل، ظاهرة تناول الطعام خارج المنزل، إن ناس كتير جدا بتروح المطاعم وبتروح الأماكن المخصصة لتقديم الطعام علشان يتغدوا أو يتعشوا هناك. فلو في أي خطأ في أثناء تصنيع الأطعمة في المطعم كفيلة إن هي تحمل لي عملية تسمم غذائي لعدد كبير من المستهلكين. تاني حاجة، الاحتفاظ بالطعام لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة كفيلة إن هي برضه بتكون بيئة آمنة وبيئة صالحة لتكاثر الميكروبات والبكتيريا عليها اللي بتؤدي للتسمم الغذائي. النقطة اللي بعد كده، إعادة تسخين الأطعمة أكتر من مرة دي فرصة لنمو البكتيريا اللي بتؤدي بيه التسمم الغذائي. كمان طريقة احتفاظ الأطعمة في التلاجة، لازم طبعا إن أنا أحفظ الأطعمة في التلاجة بالطريقة المناسبة أو في الأواني المناسبة. لما أحفظ الأطعمة اللي عندي بحفظها في أواني لا إما زجاجية لا إما بايركس لا إما استانلس لا إما فخار فقط، دول أنواع الصالحة اللي أنا أحفظ الأطعمة عندي في التلاجة، لكن لا أحفظه في محفظهوش في أواني من الألمونيوم أو أواني من البلاستيك لأنها بتتفاعل مع المادة الغذائية وبتجعل المادة الغذائية إيه ملوثة. كمان المية اللي عندي لازم إن أنا أحفظها في زجاجات بلاستيكية أو زجاجية شفافة بدون لون، شفافة ليه؟ لان الزجاجات الملونه بتلوث الميه، بتتفاعل مع الميه وبتنقل اللون بتاع الزجاجه للميه، فتصبح الميه طبعا ملوثه عندي وتنقل التلوث لاي حد ممكن يشربها او اي يستخدمها. لذلك لجأت الشركات المياه الغازيه او المياه المعدنيه ان هي تغير الزجاجات من اللون الازرق للون الشفاف حرصا طبعا على عدم تلوث المياه. هننتقل لنقطة أخرى وهي مصادر تلوث الغذاء والماء وأنواع التلوث. مصادر تلوث الغذاء والماء وأنواع التلوث، هنشوف إيه هو الطعام الملوث. الطعام الملوث ممكن يكون الطعام الملوث عندي يكون ملوث بس ما يكونش فاسد، يكون ما عندوش اي دليل يدل ان هو لا طعمه ولا رائحته ولا لونه ولا اي حاجة تدل ان الطعام دوت ملوث، ما يدينيش اي دليل ان الطعام ده فاسد علشان اخد حذري منه، بس ممكن يكون الطعام ملوث وصل له اي نوع من انواع التلوث سواء بالبكتيريا سواء بميه ملوثه سواء ايدي ملوثه سواء الاواني كانت ملوثه. فلذلك طبعا الطعام الملوث بيكون اكتر خطوره من الطعام الفاسد، لان الطعام الفاسد هيديني علامات تدل ان هو فاسد، رائحته لونه طعمه، فتخليني ان انا هتجنبه. لكن الطعام الملوث ما فيش اي علامات تدل عليه ان هو ايه ملوث، فعشان كده بيكون اشد خطورة. مصادر تلوث الطعام، ايه هي مصادر تلوث الطعام؟ مصادر تلوث الطعام عندي اول حاجة منها هي التلوث بالمبيدات الحشرية. طبعا بيستخدموا المبيدات الحشرية في الزراعة، فبتنتقل في الزراعة، فأنا طبعا لما أكل الخضروات والفاكهة اللي هي ملوثة بالمبيدات الحشرية بتسبب أضرار بالغة بالكبد والكلى في جسم الإنسان. ولقوا إن في ارتباط وثيق ما بين التلوث بالمبيدات الحشرية اللي بتستخدموها في الزراعة وبالإصابة بمرض السرطان في الريف المصري. تاني نقطة وهي التلوث بالمواد الضارة بالصحة في الأغذية المختلفة. أحيانا أنا بتستخدم مواد ضارة بالصحة في الأغذية المختلفة، زي إيه؟ زي المضادات الحيوية اللي بيدوها للحيوانات بغرض علاجها أو بغرض طراوة لحمها. طيب المضادات الحيوية، أنا لما أكل بعد كده اللحمة واللبن والحيوان دوت هو واخد مضادات حيوية، إيه اللي هيحصل؟ إن كل المضادات الحيوية اللي الحيوان اتناولها هتتنقل لي وأنا بستخدم اللحمة واللبن، وطبعا بتأثر تأثير بالغ الخطورة وخاصة على الأشخاص اللي عندهم حساسية ضد المضادات الحيوية، وبرضك بتعمل حساسية للأشخاص. تاني ممكن المواد الضارة،
الهرمونات اللي هم بيدوها للحيوان. بيدوا هرمونات للحيوان لان هي بتزود معدل النمو بنسبة 14%، بتزود حجمه، فبالتالي الهرمونات دي برضك بتتنقل لي. الحيوان اتخذ الهرمونات ديت، فبتبدأ انا بعد كده او الانسان لما بياكل اللحمة واللبن اللي هو في من الحيوان اللي ما هو واخد هرمونات، كل الهرمونات ديت بتتنقل في جسم الانسان. طب ايه بتمثل خطورتها في ايه؟ ان هي بتغير معدلات الهرمونات في جسم الانسان وبتسبب له طبعا مشاكل عديدة وخاصة الذكور. ايه تاني نقطة تانية من المواد الضارة؟ وهي المهدئات. المهدئات اللي هم بيدوها للحيوانات للتحكم من عدائيتها، عشان الحيوان بيكون طبعا شرس، فهم بيدوا له مهدئات عشان يقدروا ان هم يتحكموا فيه. عشان كمان بيضيفوا المهدئات للطعام بتاع الحيوان عشان تزود من شهيته وتقلل من حركته فيزيد وزنه. طبعا المهدئات ديت بتنتقل للانسان عن طريق تناوله اللبن واللحمه اللي منتجه من هذا الحيوان، طبعا بتاثر على جسم الانسان وبتقل نشاطه اليومي وبتقل حركته ونشاطه. ثالث نقطه، هننتقل لثالث نقطه وهي زياده تناول الاطعمه المحفوظه. انا عندي زياده تناول الاطعمه المحفوظه طبعا بتاثر على الانسان بشكل بالغ وبتاثر عليه بالضرر. وعندي مواد حافظه، بتنقسم المواد الحافظه لنقطتين، المواد الحافظه الطبيعيه والمواد الحافظه الكيميائيه او الصناعيه. المواد الحافظه الطبيعيه وزي السكر زي الملح اللي انا بستخدمه في حفظ الاسماك واللحوم والخضروات، اما زي بردك السكر اللي انا بحفظه او بستخدمه في حفظ الفاكهه على شكل مربى او سكر او شربات. طيب ايه المواد الحافظه الصناعيه بقى؟ دي اللي هي الالوان اللي انا بستخدمها، زي ما لا مش الالوان، المواد الحافظه اللي بيستخدمها في الاكل، زي ايه؟ زي اشهرها ثاني اكسيد الكبريت اللي بيستخدم في حفظ الفاكهه وحفظ الجبنه والزبده. طبعا المواد الحافظه دي بتكون ليها اثر بالغ على جسم الانسان وخاصه المواد الحافظه الصناعيه. هننتقل لنقطه اخرى وهي المواد الملونه. المواد الملونه برضك ليها اثار بالغه على جسم الانسان، ودي بتنقسم برضك لالوان الالوان طبيعيه والوان صناعيه. الالوان الطبيعيه دي مش بتكون دي فيها خطوره، طبعا دي اللي انا بستخدمها من القشور بتاعه الفاكهه والخضروات زي قشر البرتقال، قشر العنب، الكركديه، البنجر، الفلفل الاحمر، دي كلها حاجات بستخدمها في الالوان الطبيعيه، بس دي بتكون غاليه الثمن وقليله الاستعمال. الالوان الصناعيه ودي بتكون طبعا كتيره الاستخدام زي الالوان الصناعيه اللي انا بستخدمها في المياه الغازيه، بس في هجوم شديد جدا على استخدام الالوان الصناعيه لان هي لقى ارتباط وثيق ما بين الالوان الصناعيه وانتشار مرض السرطان، فبدات الابحاث كلها بان احنا نحاول نتجنب استخدام الالوان الصناعيه. بعد كده التلوث البكتيري، او النقطه اللي بعد كده التلوث البكتيري. اكتر حاجه عرضه للتلوث البكتيري وهي اللحمه والدواجن والاسماك، عرضه للتلوث البكتيري لو انا سبتها في درجه حراره الغرفه هتلاقي عندي البكتيريا كلها، هي بيئه صالحه وبيئه يعني مناسبه جدا لتراكم البكتيريا، فلازم طبعا ان انا بحفظها بسرعه جدا في الثلاجه علشان ما تتكاثرش عليها البكتيريا. اللحوم والدواجن المستورده بردك هي من اكتر عرضه للتلوث البكتيري، ليه؟ لان هم بتكون هي جايه مجمده، هم بيفكوها او بيعلقوها في الهواء وبعدين اخر النهار يرجعوا يجمدوها تاني. عمليه الفك والتجميد دي بتكون طبعا بتعرض اللحوم والدواجن المستورده لتراكم البكتيريا عليها. بردك الحيوان ممكن يكون هو مصدر من مصادر إصابة الحليب بالبكتيريا، ليه؟ لو أصيب درع الحيوان بالتلوث البكتيري أثناء عملية الحلب. لازم طبعا أن أنا بهتم بالنظافة الشخصية، بهتم بغسيل الأدوات وغسيل الأيدي، أهتم بنظافة الأماكن اللي بيحضر فيها الطعام، واهتم بعملية سوء تداول الأغذية وسوء تخزينها، دي طبعا بردك بيكون عرضه لتكاثر البكتيريا على وحدوث التسمم الغذائي على للطعام. التسمم الغذائي او التلوث البكتيري دوت بيخلي الغذاء عندي بينقل كثير من الامراض المختلفه للانسان زي التيفود والبارا تيفود والدوسنتاريا. بعد كده النقطه اللي بعد كده التلوث بالاشعاع. ايه التلوث بالاشعاع؟
لو الطعام اللي عندي توصل له اشعاعات ادت ليه تلوثه وتسممه وحدوث تسمم غذائي فيه. طب ايه زي ايه الاشعاعات؟ زي الاشعاعات الكونيه الساقطه على كوكب الارض، زي الحروب والتجارب النوويه طبعا بيؤدي لتلوث الهواء وتلوث الجو وتلوث الميه. طبعا النباتات اللي هي بتنشا او بتنمو في المناطق دي طبعا بتكون ملوثه وبتنقل تلوث للانسان. عندي بردك التسرب النووي من محطات ومعامل النوويه او انفجارها زي الحادثه الكارثه بتاعت تشيرنوبل. بردك في بعض المصانع الأغذية بيعقموا المواد الغذائية بتعرضها للإشعاع، لتعرضها للإشعاع طبعا ده بيؤدي لتلوث الغذاء. وهم ليه بيعرضوها للإشعاع؟ لحفظها ولتخزينها لمدة طويلة. يبقى أنا كده كنت بتكلم عن مصادر تلوث الطعام، وقلنا مصادر تلوث الطعام هم 6: التلوث بالمبيدات الحشريه، التلوث بالمواد الضاره بالصحه، وقلنا زي المضادات الحيويه زي الهرمونات زي المهدئات اللي بيعالجوا بيها الحيوان، بردك زياده تناول الاطعمه المحفوظه، المواد الملونه، التلوث البكتيري، والتلوث بالاشعاع. تعالوا ننتقل لنقطه اخرى وهي مصادر، ده الشرح اهو. تنتقل الأمراض للإنسان عن طريق المياه الملوثة. في كثير من الأمراض بتنتقل للإنسان عن طريق المياه الملوثة. طيب أنا دلوقتي هستخدم المياه الملوثة في إيه؟ في شرب، أنا بشرب مياه ملوثة أو بستخدمها في الاستحمام والوضوء، أو بغسل بيها إيدي، أو بغسل بيها الأدوات والأواني اللي أنا بستخدمها في الطعام، أو بغسل بيها الخضروات، او ان انا بستخدمها في ري الخضروات او الفواكه اللي عندي، فطبعا بتخلي الخضروات ملوثه. او انا بستخدمها بردك في التلج، مصنوع من ميه ملوثه بستخدمه في تبريد العصائر كده. دي كلها مصادر الميه الملوثه، ازاي ان هي تنقل لي الامراض. طيب تعالوا نشوف ايه اهم الامراض اللي بتنقلها الميه الملوثه للانسان. عندي امراض طفيليه، عندي امراض فيروسيه، عندي امراض بكتيريه وغيرها من الامراض. طيب تعالوا نشوف ايه الامراض الطفيليه اللي بتنقلها الميه الملوثه للانسان، زي الدسنتريا، الاميبيه، والبلهارسيا. الامراض بعد كده الفيروسيه زي التهاب الكبد الوبائي وشلل الاطفال. الامراض البكتيريه زي التيفود والباراتيفود والدسنتريا والنزلات المعويه. برضك ايه تاني الامراض اللي هي بتنقلها ايه الميه؟ عندي بتنقل لي امراض الكلى والنزلات المعويه، بتسبب لي في مرض الجويتر وهو تضخم الغده الدرقيه. ننتقل لنقطه بعد كده وهي الاغذيه الاكثر تعرضا للتلوث. ايه الاغذيه الاكثر تعرضا للتلوث؟ الاغذيه المطهيه. لما انا بطهي الطعام بيكون وهو لسه سخن الطعام بيكون مش ملوث خالص، لان احنا اتفقنا ان درجه الحراره العاليه بتقتل البكتيريا والميكروبات اللي بتسبب التسمم الغذائي. طب يتلوث امتى؟ لو انا سبته في درجات حراره الغرفه، لو انا سبته مكشوف للذباب والحشرات، لو انا استخدمت فيه ادوات ملوثه، حطيته في اواني ملوثه، ايد ملوثه امتدت اليه، او ان انا طبعا سبته في درجه حراره الغرفه في مده طويله. طيب ايه الاغذيه اللي بتاكل طازجه هي بتكون اكتر عرضه للتسمم الغذائي؟ لان احنا اتفقنا ان درجات الحراره العاليه بتقتل ايه الميكروبات، ويعتبر الحليب من اكتر الاطعمه او من اكتر الاغذيه اللي هي معرضه للتلوث. لو انا شربته بدون غلي او لو هو مش مبستر بسترة جيده طبعا هينقل لي كثير من الامراض، او لو انا حضفت عليه ميه ملوثه، او لو انا ضفت عليه اي اضافات، او لو سبته في درجه حراره الغرفه مده طويله، بردك كده هيكون عرضه للتلوث، وطبعا هيسبب كثير من الامراض، وخاصه الامراض اللي هي بتكون المشتركه ما بين الانسان والحيوان. ننتقل لنقطه اخرى وهي وسائل نقل العدوى. وسائل نقل العدوى هنتكلم فيها على نقطتين: اللحم والدجاج والأغذية المعلبة. اللحم والدجاج بيتعرض للتلوث ازاي، او نقل العدوى ازاي للحم والدجاج؟ بيتعرض ليه في المطبخ او في اماكن تحضير الطعام، بيتعرض ليه عن طريق الايدي الملوثه، او عن طريق سكاكين التقطيع، او عن طريق الاوعيه اللي انا بحطها فيها، او عن طريق مفارم اللحمه، او عن طريق الموازين اللي انا بوزن فيها اللحمه. طبعا لو انا الكلام ده كله ملوث هتنقل لي التلوث للحمه والدجاج.
وفي بردك انواع من البكتيريا بتكون مقاومه للحراره، زي مثلا ايه؟ زي سلق اللحمه، لو ما تعرضتش لدرجه حراره اكتر من 100 درجه مئويه، انا عندي في انواع من البكتيريا بتكون مقاومه للحراره، مش بتموت بدرجات الحراره، فلازم تعرض لدرجه حراره اكتر من 100 درجه مئويه. كمان التبريد البطيء للحمه والدجاج بتكون بردك بتعرضه لنمو الجراثيم والميكروبات عليه. الأغذية المعلبة اللي هي تاني نقطة، ايه هي الأغذية المعلبة؟ طول ما الأغذية المعلبة بتتعرض للفساد بمجرد ما أنا بفتح العلبة، فعشان كده إن أنا بمجرد ما أفتح العلبة مفروض أستخدمها إن أنا بحفظها في التلاجة خوفا عليها من التعرض للفساد. طيب الأغذية المعلبة ممكن والعلبة لسه مقفولة تتعرض لنقل العدوى؟ اه ممكن. طب ازاي؟ لو انا مثلا فيها، لو العلبه فيها فتحات، لو العلبه فيها فتحات بتسمح بمرور الوقت بدخول الهواء، طبعا بتدخل معاها الجراثيم والبكتيريا، او بتسمح بدخول الميه، او اثناء المعامله، اثناء تبريد العلبه بعد المعامله الحراريه. انا لما باجي بيعملوا الاغذيه المعلبه في مصانع الاغذيه المعلبه بيعملوها بمعاملات حراريه درجات حراره عاليه، فبعد كده بيعرضوها للميه على اساس طبعا ان هم يبردوا الايه العلبه، فلو العلبه دي فيها فتحات هتسمح بدخول الهواء او الميه فتؤدي طبعا لدخول الجراثيم والبكتيريا على الايه الاغذيه المعلبه. لو بردك سوء تخزين الاغذيه المعلبه، لو انا خزنتها في درجه حراره عاليه او درجه رطوبه عاليه بتسمح بمرور الوقت صدأ العلبة، وبالتالي طبعا هتسمح لي بدخول البكتيريا للطعام اللي موجود داخل العلبة. لازم طبعا ملحوظة مهمة جدا، ان الأغذية المعلبة ومرقة الدجاج لازم ان انا بعرضها لدرجات حرارة اعلى من 100 درجة مئوية علشان تقتل كل البكتيريا الجراثيم البكتيرية اللي هي بتسبب لي الأمراض بعد فتح العلبة. انا كنت بتكلم عن وسائل نقل العدوى اللي هي اللحمه والدجاج والاغذيه المعلبه. هننتقل لنقطه اخرى وهي تلوث الالبان ومنتجاتها. ايه تلوث الالبان ومنتجاتها؟ زي ما اتكلمنا من فتره قصيره ان بيسبب الحليب، او الحليب بيعتبر بيئه صالحه جدا لنمو البكتيريا عليه. لو انا سبت الحليب او شربت الحليب بدون غلي او غير بسترة، ده بيكون طبعا عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي، وخاصة التسمم الغذائي بالسالمونيلا. طيب يبقى انا لازم اخد بالي جدا في عملية تصنيع الكريمة ونقلها وتخزينها. بيصل التلوث للبن ازاي؟ اللبن لو هو مغلي كويس او مبستر كويس يبقى هو المفروض ما فيهوش تلوث. طب يصل تلوث للبن ازاي؟ بيصل عن طريق المبيدات الحشريه، عن طريق بقايا المضادات الحيويه او العقاقير الطبيه المستخدمه زي الفورمالين اللي انا بستخدمه في الانتاج الحيواني والالبان، كده طبعا هيبقى اللبن اللي عندي ملوث وهيسيب الانسان بالعدوى، وخاصه الامراض المشتركه ما بين الحيوان والانسان. ننتقل لنقطة أخرى وهي طرق تلوث المصادر الغذائية بالسموم الفطرية. إيه طرق تلوث المصادر الغذائية بالسموم الفطرية؟ عندي طريقتين، عندي تلوث مباشر وتلوث غير مباشر. إيه هو التلوث المباشر؟ وهو إن الفطر بينمو على المادة الغذائية، لو أنا ما حافظتش على المادة الغذائية بتاعتي فهنلاقي الفطر هينمو إيه عليها، أو نمو الفطر على المحاصيل الزراعية قبل عملية الحصاد، فبالتالي أنا لما بعد كده لما آكل المحاصيل الزراعية دي سواء خضروات أو فواكه هيتنقل طبعا الفطر من المحاصيل للإنسان. طب التلوث الغير مباشر عن طريق ايه؟ عن طريق استخدام عنصر او مادة غذائية ملوثة بالسموم الفطرية لمادة غير ملوثة. يبقى انا بستخدم عنصر او مادة غذائية ملوثة بالسموم الفطرية في الغذاء اللي عندي، فطبيعي طبعا هيكون ان انا كده نقلت الفطر او السموم الفطرية للغذاء اللي عندي. طيب ممكن تتنقل كمان عن طريق ايه؟ لو انا الحيوان اللي عندي تناول علف كان مصاب بالفطر، علف مصاب بالفطر، وجاء بعد كده الحيوان ده انتج لي طبعا منتجات حيوانيه سواء لحمه سواء لبن اي منتجات حيوانيه، وجاء الانسان اتغذى عليها، يبقى هي طبعا كده انتقلت السموم الفطريه من العلف اللي اتغذى عليه الحيوان للانسان عن طريق تناوله لمنتجات الحيوانيه اللي انتجها الحيوان اللي هو كان مصدرها الاعلاف مصابه بالسموم الفطرية. نشوف بعد كده النقطة اللي بعد كده، وقاية الطعام من التلوث. ازاي اقي الطعام بتاعي من التلوث؟
اقي الطعام بتاعي من التلوث عن طريق طبعا المحافظه الشخصيه وغسيل الايدي وغسيل الثياب للناس القائمين على ايه اعداد الطعام. لازم المكان اللي يكون معد فيه الطعام، المكان اللي هو بيكون معد اعداد الطعام وتجهيز الطعام لازم يكون نظيف، الادوات تكون نظيفه، الاسطح تكون نظيفه عشان ما تكونش مصدر لانتقال التلوث. لازم يكون جيد التهويه وجيد الايه الاضاءه. لازم بعد كده النقطه اللي بعد كده يجب الفحص الدوري على العاملين في اماكن اعداد وتجهيز الاطعمه في المطابخ، وبعمل لهم كشف دوري، ولازم ان انا اجدد لهم الشهادات الصحيه كل 6 شهور او سنه لتاكدهم من خلو الامراض. ايه النقطه بعد كده؟ ايه تاني؟ يجب ان يتم طهي الطعام جيدا، اطهي الطعام جيدا لقتل جميع البكتيريا والجراثيم المسببه للتلوث او للتسمم. لازم اللبن، اغلي اللبن كويس جدا واقلبه اثناء الفوران. ليه اقلب اللبن اثناء الفوران اثناء الغليان؟ لان فوران اللبن غير كافي لقتل الجراثيم. لازم استخدم ميه نظيفه واواني نظيفه طبعا في تجهيز الطعام. لازم اختار وانا بختار الخضروات او الفواكه اختار ثمره كامله غير مجروحه حتى لا تفسد بسرعه. دي كده انا كنت بتكلم عن وقايه الطعام من التلوث. هننتقل بقى لنقطه جديده وهي تغذيه كبار السن. كبار السن ده دول طبعا بكل الاديان والاعراف والقيم تحس الانسان على الاهتمام بكبار السن، لان طبعا كبار السن دول والدك والدتك جدك جدتك، فكل الاديان والاعراف والقيم بتحث الفرد على الاهتمام بتغذيه كبار السن وعلى الاهتمام بصحتهم. مع التقدم العلمي والتكنولوجي والطبي ادى لزياده عدد اعداد كبار السن في الدول الناميه والدول المتقدمه وانخفاض الوفيات. طب نعرف كبير السن، مين هو كبير السن؟ ده الفرد اللي بيتجاوز 60 فأكتر للإناث ويتجاوز 65 فأكتر للرجال، ده كبير السن. يبقى مين هو كبير السن؟ هو الفرد اللي بيتجاوز 60 سنة فأكتر للإناث وال65 سنة فأكثر للإيه؟ للذكور أو للرجال. العمر الحيوي، يعني إيه تعريف العمر الحيوي؟ الفرد اللي هو بيكون في إعداد البالغين بيتمتع بصحة جيدة، لا عنده ارتفاع ضغط الدم ولا عنده تصلب شرايين مهما بلغ 70 أو 80 من عمره. طب الشخص اللي بيعاني من الأمراض ديت بيكون عنده ايه؟ بيكون عنده شيخوخة مبكرة حتى لو كان سنه ما يزيدش عن 35 سنة. يبقى العمر الحيوي ان الفرد في اعداد البالغين طالما بيتمتع بصحة جيدة ما عنده ما بيعانيش من ارتفاع ضغط الدم او تصلب شرايين حتى لو كان وصل 70 أو 80 سنة من عمره. طيب لو الفرد بيعاني من الامراض ديت يبقى عنده شيخوخه مبكره حتى لو كان سنه ما بيزيدش عن 35 سنه. نشوف بعد كده التغيرات الفسيولوجيه في كبار السن والخاصه بالطعام. هل كبير السن بيفضل زي ما هو ايام ما كان صغير؟ لا طبعا، بيحصل فيه تغيرات في جسمه، تغيرات فسيولوجيه لكبير السن ودي بتاثر على الطعام بتاعه. طب بيحدث عنده ايه؟ بيحدث عنده السمنه. ليه سمنه؟ علشان تغيير نشاطه اليومي، يعني مثلا هو كان بيروح الشغل فهيطلع على المعاش، فطبعا قعد في البيت فتره قعد في البيت ما بقاش بيمارس نشاطه اليومي اللي هو كان معتاد ان هو يمارسه. كمان قله عمل الاجهزه او بطء عمل الاجهزه الداخليه زي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، فده كله بيؤدي للسمنه. ايه تاني اللي بيحصل تغيرات الفسيولوجيه؟ قله افراز اللعاب، فطبعا بيؤدي لسوء امتصاص الطعام فبيضطر ساعات المسن ان هو يبلع الطعام بدون مضغ. كمان قله افرازات الهاضمه في المعده فبتخلي بتؤدي ليه حرقان في الحلق والمريء والمعده نتيجه لبقاء الطعام مده طويله فيه. بتفقد بردك دي بقلة حمض المعدة والإنزيمات الهاضمة في الأمعاء بيؤدي لسوء امتصاص الطعام وحرقان بالمعدة والحلق والمريء نتيجة وجود الطعام بيهم لفترة طويلة زي ما أنا اتكلمت. النقطة الثالثة وهي قلة عمل الحواس. قلة عمل الحواس وخاصة اللسان،
فبيضطر بيلجأ المسن ان هو بيزود من السكر والملح، لان اللسان التذوق بتاعه بيكون مش عالي، فلازم نخلي بالنا قوي من النقطة دي. لازم كمان الافراد عامة ما يكثروش في تناول الملح والسكر في الصغر، علشان ما يكتروش منه في لما يوصلوا لمرحلة كبار السن، لان طبعا الاطعمة المرتفعة الملح فيها او الاطعمة المالحة دي بتؤدي لارتفاع ضغط الدم، والاطعمة السكر اللي زايد فيها طبعا بيؤدي لمرض السكر. النقطة اللي بعد كده وهي بيحدث الإمساك. يحدث الإمساك طبعا نظرا لقلة المجهود البدني، نظرا لقلة الإفرازات والإنزيمات الهاضمة، نظرا لقلة إفراز اللعاب، ونظرا لقلة تناول الخضروات والفاكهة اللي هي بتحتوي على ألياف، لنتيجة فقد طبعا الأسنان أو الأطقم الصناعية، فهم بيكون صعب عليهم إن هم ياكلوا الخضروات والفواكه اللي هي بتحتوي على نسبة من الألياف، وده بيسبب الإيه؟ الإمساك. قلت كمان تناول المية، فلازم انا احرص على ان كبير السن يتناول كمية كبيرة من المية، 9 أكواب مية في اليوم للإناث، و12 كوب في مية للرجال في اليوم، وده كده في درجة الحرارة العادية. طبعا بنزود كوب المية او كمية المية مع ارتفاع درجة الحرارة. يبقى انا كده كنت بتكلم عن التغيرات الفسيولوجية لكبير السن، وطبعا اللي بتأثر على تناول الطعام. هننتقل لنقطة اخرى وهي التوصيات الغذائية لكبار السن. ايه اللي انا ممكن اوصي بيه كبير السن ان هو يهتم بيه؟ اول حاجه طبعا الاقصار من تناول او شرب الميه، الاقصار من شرب الميه. تاني حاجه تناول 3 وحدات من اللبن، ليه؟ لتجنب هشاشه العظام والكسور. طب ايه هي وحده اللبن؟ الوحده ايه هي؟ الوحده لا اما كوبايه لبن بتساوي كوباية زبادي بتساوي 2 قطعة جبنة مثلثات بتساوي 60 جرام جبنة أبيض ملح خفيف، أو بتساوي 30 جرام جبنة رومي، أو كمان قطعة متوسطة بتساوي قطعة متوسطة من الجبنة القريش. في كبير السن هياكل 3 وحدات لبن في اليوم، 3 ليه؟ يعني 3 كوبايات لبن أو 3 كوبايات زبادي وهكذا. ليه؟ لتجنب هشاشة العظام والكسور. ممكن اقول تاني ايه تاني اهتم بالتوصيات الغذائيه لكبار السن؟ طبعا الاقلال من الدهون الحيوانيه والاطعمه المسبكه بقى واللي فيها كميه كبيره من الدهون. لا انا ببدا بقى ان انا اغير له اطعمه مشويه، نيف ني، مسلوقه، الطي بالايه؟ الطهي بالبخار. ماشي. التوصيات الغذائيه لكبار السن ايه تاني كمان؟ ان هي التناول اللحوم البيضاء، تناول اللحوم البيضاء اللي هي الدجاج والطيور والأرانب والأسماك، وبقلل من اللحوم الحمراء. ممكن ايه تاني؟ بتناول كمان يفضل تناول الزيوت، زيت الحار، معلقة صغيرة من زيت الحار او زيت عباد الشمس او زيت الزيتون، وزيت الذرة بيكون في التحمير بس. بأكل بيض من 3 لـ4 مرات في الأسبوع، ومسلوق لو مقلي بتكون بمعلقة زيت صغيرة. لازم ان انا استبدل له الزيوت الحيوانيه بزيوت نباتيه. ماشي. ايه تاني؟ لازم ان انا اعرض كبار السن للشمس فترات طويله، علشان ان هو طبعا ياخد فيتامين د منها، علشان يساعده على امتصاص الكالسيوم اللي موجود في منتجات الايه؟ اللبن. لازم كمان كبار السن يمارس الرياضه وابسطها المشي لمده 20 دقيقه يوميا لتوزيع الكالسيوم اللي موجود في العظام، وخاصه العظام الطويله. ماشي. بمنع الملح في السلطه، بمنع الملح في السلطه وبقلله بقدر الامكان في الطهي طبعا، علشان ما يؤديش لي ارتفاع ضغط الايه؟ الدم. بمنع كمان الاغذيه المحفوظه زي السجق واللانشون والاغذيه المحفوظه اللي احتوائها على نسبه كبيره جدا من الصوديوم اللي بتؤدي لارتفاع ضغط الدم، ما عدا التونه، خلاص. بيفضل تناول الفواكه اكتر من تناول العصاير، وبيفضل كمان تناول الحلوى المطهيه قليله المحتوى من السكر ومن الدهون، من السكر ومن الدهون. دي كده التوصيات الغذائيه لكبار السن. طيب ننتقل لنقطه اخرى وهي نصائح هامه لكبار السن. انا انصح كبار السن بقى بايه علشان يحافظوا على صحتهم؟ اول حاجه تنظيم مواعيد الوجبات. لازم ان هو ينظم مواعيد الوجبات، وخاصه الافطار والعشاء. بينصح بعدم النوم مباشره بعد الطعام، علشان طبعا ما يحصلش سوء امتصاص للاطعمه وما يحصلش كمان السمنه.
لفتح الشهية أو لتحسين الشهية بستخدم الليمون والتوابل بدل من الملح علشان ما يمنع لارتفاع ضغط الدم. بنصح كبير السن كمان بالمضغ الجيد للطعام للمساعدة في الهضم. أنا كبير السن عنده مشكلة ان هو فقد الأسنان أو بيستخدم دلوقتي أطقم صناعية، فلازم ان أنا أهتم بالموضوع ده. فأعمل إيه؟ أبشر الجزر أو أفرم الخضروات كويس جدا علشان أتغلب على مشكلة فقد الأسنان أو مشكلة الأطقم الصناعية. لازم كمان اطهي اللحوم واللحوم والدواجن طهي جيد جدا، اسويه قوي علشان اساعده بردك في عملية المضغ ويكون سهل الهضم عليه. التزام بالادوية في مواعيدها، وطبعا الادوية اللي يعني الطبيب هو اللي كاتبها، كبير السن ما ياخدش ادوية كده منه لنفسه، لا طبعا لازم التزام بالادوية وما يجددش اي دواء او اي فيتامينات بناء على رغبته، لا طبعا لازم استشارة الطبيب او تحت اشراف طبي علشان ما يعرضهوش لايه؟ لاي مخاطر. يبقى انا كده كنت بتكلم عن نصايح هامه لكبار السن، لان كبير السن دوت طبعا هو قدم لي كتير، هو اللي رباني وانا صغيره، هو اللي اهتم بيا وبصحتي وبتعليمي، فلازم طبعا ان انا ارد له الجميل واهتم بيه في مرحله الكبر. ننتقل لنقطه اخرى وهي التغذيه اثناء مرحله المراهقه. انا كنت بتكلم على التغذيه في كبار السن، اتكلم دلوقتي على التغذيه في مرحله المراهقه. اتفق العلماء على التسميه ما بين سن من 9 سنين لغايه 19 سنه على انها مرحله المراهقه، وهي مرحله ما قبل البلوغ الى الوصول تدريجيا الى مرحله النضج الكامل. طب مرحله المراهقه ديت هي عبارة عن ايه؟ هي محصلة التفاعل ما بين العوامل البيولوجية الجسمية والحيوية والعوامل البيئية الاقتصادية والثقافية والعوامل النفسية اللي هي الانفعالية اللي بيتأثر بيها الفرد. يبقى هي مرحلة المراهقة ايه هي؟ هي محصلة تفاعل ما بين عوامل البيئية، العوامل البيولوجية والعوامل النفسية والعوامل البيئية اللي بيتأثر بيها الفرد. والمرحلة المراهقة دي بتعتبر من تاني أهم مرحلة بيمر بيها الإنسان بعد مرحلة الرضع. ليه؟ لأن هي بتتشابه مع مرحلة الرضع في النمو السريع، فطبعا لازم إن أنا أهتم بالإحتياجات الغذائية علشان تواكب النمو السريع في هذه المرحلة. السن، هنتكلم في مرحلة المراهقة. السن بيبدأ السن في مرحلة المراهقة طبعا بحاجة بتسمى بالطفرة. وإيه هي الطفرة؟ وهي مرحلة النمو السريع، يعني بتبدأ المراهقة بالنمو السريع ودي اسمها الإيه؟ الطفرة. بيصاحبها طبعا تغيرات جسمية. طب تبدأ في الإناث من إمتى؟ بتبدأ في الإناث من سن 9 ل 11 سنة وتستمر معاهم لغاية 14 سنة. في الذكور بتبدأ من 11 سنة لغاية 13 سنة وبتستمر معاهم لغاية 16 سنة، ثم وبتبدأ بمرحلة نمو سريع اللي احنا سميناها الإيه؟ الطفرة، وبتصاحبها تغيرات جسمانيه وشكليه كتيره للايه، سواء للاناث سواء للذكور. بعد كده بيبدا يكتمل النمو تدريجيا لغايه ما يصل لسن 19 سنه، وبتاخد فتره المراهقه من 5 ل 7 سنين وبتطول في الذكور. هناخد خصائص النمو المختلفه في مرحله المراهقه. ايه الخصائص النمو المختلفة في مرحلة المراهقة؟ أول حاجة خالص وهي النمو الفسيولوجي والجنسي. بيبدأ فيه طبعا تغيرات فسيولوجية وجنسية للإناث وللذكور، وبيزداد إفراز هرمون السيركسين، وهو ده اللي بتفرزه الغدة الدرقية، وده بيكون الهرمون دوت بيكون مهم للنمو وعمليات التمثيل الغذائي. بيبدأ الغدة الدرقية بتفرز لي هرمون السيركسين بشكل زايد او بشكل كبير قوي علشان طبعا مواجهه النمو السريع في هذه الايه؟ المرحله. تظهر الخصائص الجنسيه سواء للذكر سواء للانثى مع زياده نسبه الدهون في منطقه الحوض والبطن في الاناث بنسبه 22%، وبيبدا الذكور بتبدا عندهم زياده حجم النسيج العضلي، والدهون بتكون نسبه الدهون عندهم بتكون نسبه 15%. طبعا لما الاناث بتبدا زياده نسبه الدهون فبيبدا يحدث عندهم عمليه السمنه، فبيبدا بيتجه لطرق الرجيم الخاطئه، وبيحصل عندهم حاجه تسمى فقد الشهيه العصبي او البوليميا. الذكور بتبدا من مرحله عدم النضج الى شكل البالغ، بيبدا عندهم زياده حجم النسيج العضلي والدم، ونسبه الدهون بتزيد في الذكور بنسبه 15%.
بعد كده بتبدا نسبه، انا ده كله فين؟ لسه في النمو الفسيولوجي والجنسي، بتبدا افرازات الغدد كلها في الجسم، فطبعا بيؤدي لظهور حب الشباب. بينمو القلب بمعدلات سريعه، لذلك بنسمي هذه المرحله مرحله الصحه الجيده وخلو من الامراض. انا اتكلمت على النمو اول حاجه دلوقتي، النمو الفسيولوجي والجنسي، اتكلمت على افراز الغده الدرقيه بتفرز هرمون السيركوسين لمواجهه النمو السريع، اتكلمت على الخصائص الجنسيه اللي بتكون طبعا والاختلاف ما بين الذكر والانثى، اتكلمت ان افرازات الغدد بتكون بصوره كبيره جدا فبتؤدي لظهور حب الشباب، نمو القلب بينمو بمعدلات عاليه جدا، عشان كده بتسمى المرحله دي مرحله الصحه الجيده والخلو من الايه او مقاومه الامراض. هنتكلم تاني نقطه عن النمو الجسمي والحركي. النمو الجسمي والحركي، ودي بتحدث زيادة في الوزن ونتيجة نمو العظام والعضلات، نمو العظام والعضلات وتراكم الدهون، وتراكم الدهون معظم أعضاء الجسم بتنمو بمقدار الضعف، فطبعا بتأدي ليه زيادة في الوزن، وده وطبعا نسبة الدهون كمان بتزيد في الإناث في منطقة البطن والإيه والحوض، فطبعا بتتفاوت كمان علامات النمو ما بين الجنسين، وبتبدأ طبعا بتزول ملامح الطفولة من الوجه، وبيبدأ ان هو يدخل في شكل البالغ، في شكل الايه البالغ. بتتفاوت علامات النمو على حسب البيئة، وتكون الفروق واضحة ما بين الجنسين على حسب البيئة اللي بيتعرض ليها الانسان، لو هو بيتغذى كويس، العوامل الاقتصادية، ده كله طبعا بتأثر في الايه النمو. بتبدأ طبعا كمان الفروق واضحة جدا ما بين الجنسين، ففي الذكور بتبقى بيسبحوا في هذه المرحله جوه الجسميه والصوت الخشن، والاناث بتبقى طبعا بتتجه للرقه والنعومه، بس بالنسبه للجنسين بتتشابه ما بينهم الحركه الكتير في هذه المرحله، هم بيتحركوا ايه كتير. يبقى النمو الجسمي والايه والحركي، انا كده اتكلمت على نقطتين، النمو الفسيولوجي والجنسي والنمو الجسمي والايه والحركي. تعالوا ننتقل للنمو العقلي الانفعالي الاجتماعي والخلقي للمراهقين. هنتكلم على اول نقطة فيها النمو العقلي، وبتشهد المرحلة دي طفرة في النمو العقلي، وبيبدأ من مرحلة اللي بيبدأ النمو العقلي من البسيط اللي هو الحسي الحركي، بيبدأ ان هو الطفل بيبدأ ان هو يتحرك ويحسس على الأشياء على أساس ان هو يبدأ يتعرف عليها، إلى المراحل الإيه المعقدة وهي إدراك المفاهيم والمتعلقات. بيبدأ طبعا المراهق بيبدأ يختار المفاهيم اللفظية، وعنده دقة في المفاهيم اللفظية والألفاظ اللي هي بيبدأ ان هو بيقولها، وكمان بيكون عنده القدرة على التعلم واكتساب المهارات والمعلومات، على التعلم واكتساب المهارات والمعلومات. هننتقل للنقطة الثانية وهي النمو الانفعالي. لازم في الأسرة أو في البيت بيبدأوا يحتووا المراهق، لأن النمو الانفعالي للمراهق المليء بالحب والتفاهم بتخلي المراهق طبعا بيشعر بالامان، بيشعر بال يعني بالراحه، لان في الفتره دي من المراهق في المراهق بيحصل عنده ضغوط نفسيه، ضغوط نفسيه واي نقد لاي سخريه لاي بيحصل عنده اثاره لاي نقد واي سخريه هو مش بيتقبلها، بيبدا عنده كمان ان هو بيتولد عنده شعور عدواني، وبعد كده بيبدا في التحكم في انفعالاته، فلازم طبعا ان هو يتحكم في انفعالاته ويحاول ان هو يكون محبوب وسط الجماعه، فلازم طبعا ان انا احتوي المراهق في هذه المرحله واديله جو مليء بالحب والايه والرعايه. النمو ده الانفعالي. بعد كده النمو الاجتماعي، ودي من اهم المشاكل اللي بتواجهني في مرحله المراهقه، لان المراهق بيحاول ان هو يبتعد عن البيت ويبعد عن الابوين ويندمج وسط الاقران، ففي منهم ان هو بيقدر ان هو يندمج وسط اقرانه، او في منهم ان هو مش بيعرف ان هو يندمج، فبيبدا يميل للانعزال والانسحاب والعزله، او ممكن يكون نشيط ويبدا يحضر الحفلات ويهتم بمنظره لجذب انتباه الجنس الاخر. بعد كده النقطه اللي بعد كده وهي النمو الخلقي. النمو الخلقي بيحاول المراهق ان هو بيشكل سلوكه على اساس الجماعه، هو بيشكل سلوكه على اساس صحابه، على اساس اقرانه اللي هو بيتعامل معاه. لو كان هو عنده اساس اخلاقي قوي من البيت، هيبدا ان هو بقى يميز ما بين الصح وما بين الغلط، والمرحله ديت بتسمى مرحله السعي الى الكمال، وخاصه الاهتمامات الدينيه بتبدا ان هي تزداد. ده كده النمو الخلقي.
النمو النفسي والعاطفي، النمو النفسي والعاطفي بيعاني المراهق في هذه المرحلة بعدم اتزان، بقلق، بلخبطة، بعدم الصبر، ده كله بينعكس على تناول الأطعمة السريعة زي الشيبسي والبيتزا والوجبات الخفيفة، ما بيحضرش في البيت أو بيهتمش بعدم التواجد مع الأسرة في لتناول الأغذية أو الوجبات الرئيسية، وكمان بتنتشر في ذلك الفترة طبعا المخدرات والتدخين والكحوليات عدم الاستقرار النفسي. انتقل لنقطة أخرى وهي أثر البيئة على العادات الغذائية في مرحلة المراهقة. إيه أثر البيئة على العادات الغذائية في مرحلة المراهقة؟ أول حاجة دايما المجتمع بيأكد على النحافة، وفي مرحلة المراهقة سمة من سماتها وهي السمنة، فبتلاقي ان هم بيتجهوا سواء الاناث سواء الذكور وخاصة الاناث بيتجهوا ليه طبعا الرجيم بطرق خاطئة، لان هي مرحلة مؤقتة، يعني الفترة دي فترة مؤقتة، فتلاقي السمنة فيها برضك مؤقتة، هم طبعا بيتجهوا بقى للرجيم بالطريق الخاطئة او بالطرق الخاطئة زي مثلا رجيم الموز. ايه تاني؟ القدرة، النقطة اللي بعد كده، القدرة على العمل والانفاق بتخلي المراهق بيبدأ ان هو يعتمد على نفسه وبيحاول الاستقلال عن المنزل، فيبدأ بقى ان هو يشتري الوجبات السريعة، عدم تواجد مع الأسرة لتناول الوجبات الرئيسية. بيعتبر كمان النقطة اللي بعد كده اعتبار الوجبات الخفيفة جزء من الغذاء اليومي بتاعه. الوجبات الخفيفة دي ما بتدلوش أي عنصر من العناصر الغذائية، ما بتدلوش إلا سعرات حرارية كتيرة فقط بتؤدي إلى السمنة. بعد كده كمان حذف المراهقين لبعض الوجبات الرئيسية. المراهقين هنا ما بيعرفوش ينظموا وقتهم، عدم قدرة المراهق على تنظيم الوقت بتاعه لرغبة منه في الحرية، فبيبدأ ان هو يحذف بعض الوجبات الرئيسية زي الفطار وزي العشاء، ودي طبعا هنا بتظهر أهمية التثقيف الغذائي للمراهقين في هذه المرحلة، ولازم ان انا اقدمها لهم بصورة شيقة وجذابة عشان يقدروا ان هم يصغوا للكلام ويسمعوا يعني الثقافة، ويبدأوا ان هم يهتموا بالوجبات الرئيسية ويبعدوا عن الوجبات السريعة اللي هي مش بتمد الجسم بأي نوع من الاحتياجات الغذائية او العناصر الغذائية، هي بتمده بس بالسعرات الحرارية اللي هي بتؤدي للسمنة. يبقى كده دي كانت أثر البيئة على العادات الغذائية في مرحلة المراهقة. هنتكلم عن المشاكل او اهم المشاكل اللي بتواجهني في مرحلة المراهقة. اول حاجة مشكلة انقاذ الوزن. مرحلة المراهقة احنا اتفقنا ان هي طبعا نتيجة تراكم الدهون في منطقة البطن او في منطقة الحوض في الاناث، طبعا هي السمنة، فطبعا بتؤدي للسمنة، فالسمنة دي مظهر من مظاهر هذه المرحلة لكنها مؤقتة، فبيبدأوا كل من الإناث والذكور إن هم يهتموا بإنقاذ الوزن بإن هم يحذفوا بعض الوجبات أو يستخدموا طرق الرجيم الخاطئة اللي طبعا بتؤدي ممكن بيهم للأنيميا وأمراض سوء التغذية. وأصلا مرحلة المراهقة دي مرحلة نمو زي ما اتفقنا قبل كده، فبيبدأوا إن هم بيحتاجوا لكمية كبيرة جدا من العناصر الغذائية، فهم لما يعملوا رجيم وهم كده طبعا خلوا الجسم بيفتقر الكثير من العناصر الغذائية اللي هي بيحتاجها في هذه المرحلة لأن هي مرحلة نمو. المشكلة الثانية وهي مشكلة الاختيار الرديء للأغذية، واحنا زي ما انا كنت بقول من شوية ان المراهق بيبقى عايز رغبة منه في الحرية، وممكن يكون بيشتغل وعنده قدرة على الانفاق، فبيبدأ ان هو يصرف الفلوس طبعا على الوجبات السريعة، يحذف جزء من يحذف وجبة من الوجبات الرئيسية، يعتبر الوجبات الخفيفة جزء من الطعام الغذائي بتاعه، فطبعا لازم أهمية التثقيف الغذائي والتثقيف الرياضي لازم لهذه المرحلة، علشان طبعا ان هو وقدمها له بصورة شيقة وجذابة علشان يقدر ان هو يرجع تاني ويختار الطعام اللي هو هيمد جسمه بالعناصر الغذائية اللي هو محتاجها في هذه المرحلة. تالت نقطة من المشاكل الهامة اللي بتقابلني في مرحلة المراهقة وهي الحمل في سن المراهقة. في مصر بتتم الزيجات في سن مبكرة وفي بعض الأحيان، وبتتم طبعا قبل سن 18 سنة، ودي بتكون مخاطرة كبيرة جدا بصحة الأم والمولود، لأن الأم غير ناضجة لا نفسيا ولا جسميا ولا اجتماعيا ولا أي حاجة خالص، هي لسه غير قادرة إن هي تكون على الحمل وعلى الجنين اللي هو في بطنها دوت، فطبعا بيؤدي ليه
التسمم، الحمل او المعاقين ممكن يحدث كمان بيزداد معدلات الاجهاض في هذه الايه المرحله. في الولايات المتحده الامريكيه عم اجروا ابحاث على الحوامل المراهقين وقالوا ان هم بيعانوا من نقص من السعرات وفي الحديد وفي الكالسيوم وفي فيتامين ب واحد وفيتامين الف والنياسين، ماشي، مما بيؤدي الى ولاده اطفال مبتسرين. يعني ايه مبتسرين؟ ناقص الوزن او اطفال موتى او اطفال معاقين ذهنيا، وكمان بتزداد معدلات الاجهاض او تسمم الايه الحمل في هذه الفتره، لان طبعا المراهقة الحامل غير يعني لسه مش مستعدة ان هي تكون جاهزة لجنين في بطنها او بتكون جنين في بطنها، فطبعا بتتعرض للأنيميا او لمعدلات الإجهاض. يبقى احنا كده النهاردة اتكلمنا عن التسمم الغذائي، اتكلمنا عن اسباب مصادر تلوث الطعام، اتكلمنا عن اسباب حدوث التلوث، اتكلمنا ازاي ان انا اتلافى او اقي الطعام من التسمم الغذائي او التلوث الغذائي، اتكلمنا عن تلوث الالبان، اتكلمنا عن اكثر الاغذيه المعرضه للتلوث، اتكلمت عن وسائل نقل العدوى واللي هي اللحمه والدجاج والاغذيه المعلبه، اتكلمت عن بردك التسمم او التلوث بالسموم الفطريه، اتكلمت ازاي ان انا طبعا المفروض الوقايه الطعام من الاغذيه اللي عندي، اتكلمت عن كبار السن والتغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل لكبار السن وايه التوصيات الغذائيه وايه النصايح المهمه اللي انا لازم اديها لكبير السن، اتكلمت عن التغذيه في فتره المراهقه، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل كلامنا عن التغذية في مرحلة المراهقة وتغذية الرياضيين والحساسية ضد الغذاء. مع أطيب تمنياتي لكل الطلبة والطالبات في بالنجاح والتوفيق، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.